السلام عليكم يا باشمهندسين. ان شاء الله في شابتر 7 هنتكلم فيه النهارده عن خواص المساحه اللي هي بروبرتس اوف ان اريا. اول خاصيه عندنا في المساحه اللي هي سنتر اوف جرافيتي او ما يسمى بالسنترويدز، اختصارها هيبقى اسمها سي جي، سنتر اوف جرافيتي. هنتعلم في الجزء ده ازاي نطلع احداثيات السنتر بتاع مين، بتاع الشكل. تمام، لو انا عندي اريا بالمنظر ده غير منتظمه، تمام كده، وعايز اطلع السنتر بتاعها، هنعمل ايه؟ هناخد element في الاريا دي، تمام كده، وناخد له element ده هيبقى له بعد عن محور اكس هنسميه واي، ويبقى له بعد عن محور واي هنسميه اكس، تمام كده. طيب لو قسمت المساحه دي عباره عن مجموعه من الاليمنتس، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل integration، هو اللي هيجمع لك بقى الاليمنتس دي كلها مع بعضها. الانتجريشن ده لو انا باخد المومنت حوالين محور واي مثلا، هيبقى عباره عن المسافه بتاعه الاليمنت عن محور واي في مساحه الاليمنت، يبقى اكس دي ايه، وهنعمل انتجريشن عشان نجيب كل الاليمنتس اللي موجوده في الشكل. الكلام ده هيساوي ايه؟ هيساوي المساحه كلها اللي هي انتجريشن دي ايه، تمام كده، مضروبه في مين؟ مضروبه في البعد ما بين السنتر ومحور واي. المسافه دي اللي احنا عايزينها بقى، هي دي الاحداثي بتاع مين؟ سنتر الشكل. طيب المعادله اللي قدامي دي لو قسمت الطرفين على انتجريشن دي اي، يطلع لك ان الاكس سي بيساوي انتجريشن اكس دي اي على انتجريشن دي. طب المعادله بتاعت الانتجريشن دي هنستخدمها فين؟ هنستخدمها للاشكال الغير منتظمه، بينما الاشكال المنتظمه اللي هي وليكن مثلا مستطيل، انا عارف السنتر بتاعه فين، حاجه زي كده مثلا، تمام، انا عارف السنتر بتاعه فين، اجيب لك جنبيه مثلث، يبقى الاريا بتاعتنا بقت مجموعه من الاشكال المنتظمه دي، بنسميها ايه؟ بنسميها كومبوزيت سيكشن، زي الاشكال اللي تحت هنا دي، التي سيكشن مثلا عباره عن مستطيل وتحتيه مستطيل تاني، تمام، السي سيكشن وليكن كده، الاي سيكشن كده، تمام. يبقى اذا الاشكال بتاعتنا اللي هنشتغل عليها هي اشكال منتظمه، انا عارف السنتر بتاع كل شكل لوحده فين، يبقى انا عايز اجيب السنتر بتاع المجموعه كلها على بعض. هتشوف دلوقتي كل شكل هوريك السنتر بتاعه فين وايه الاشكال المعتاده اللي هتلاقيها، المساله بتاعتك مش هتخرج براها، تمام. طيب الاول بس نفهم السنتر بتاع الشكل بنستخدمه في ايه، فيما بعد كده لو انت عند حضرتك رد بالمنظر ده او كولم عمود، يعني المساحه بتاعته من فوق عباره عن دايره، وجيت حضرتك في مركز الدايره دي حطيت فورس، اثرت في فورس اسمها اف. طب الاف دي عايزه تعمل ايه في الكولم؟ عايزه تضغطه، تمام كده. النقطه اللي انت اثرت فيها دي اللي هي السي جي بتاع مين؟ بتاع الدايره، بتاع الكروس سكشنال اريا، تمام كده. طب لو جيت بقى الفورس دي رحلتها شويه عن السنتر، هيحصل ايه للكولم ده؟ تتوقع كده يحصل له ايه؟ هتلاقي الكولم ده يحصل له انحناء بالمنظر ده. الانحناء ده عندنا بنسميه بندنج. يبقى اذا التأثير في السنتر يختلف تماما عن التأثير فين؟ بره السنتر، تمام. دي مش بتاعتنا دلوقتي، احنا مهمتنا ان احنا نطلع السنتر بتاع الشكل فين. الاشكال الصغيرة اللي هي المنتظمة، سواء مستطيل، مثلث، مربع، دايرة، نص دايرة، ربع دايرة، تمام، السنتر بتاعها معروف. انما لو اديتك شكلين مع بعض، ثلاث اشكال، اربع اشكال، حضرتك هتقسم وتجيب لي مركز كل شكل لوحده، وبعد كده هتروح تعوض في القانون اللي قدام حضرتك ده، تطلع بيه احداثيات مركز الشكل كله على بعضه. طيب القانون بيقول ايه بقى؟ هنشيل الانتجريشن ده طالما الاشكال بتاعتنا منتظمه، ونحوله الى سيجما. يبقى انتجريشن دي ايه هيساوي سيجما الايه، انتجريشن اكس دي ايه هيساوي سيجما الاي في الاكس لكل شكل من الاشكال اللي حضرتك هتقسمها في المساله. يطلع لك اول احداثي عندنا للسنتر اكس سي بيساوي انتجريشن اي في الاكس على انتجريشن عباره عن سيجما الاي في الاكس على سيجما الاي، والواي نفس الكلام اللي هيتغير عندنا هو مين؟ احداث الواي. الكلام ده عشان نعمله وما نتلخبطش فيه، يبقى احنا محتاجين نطلع الاريا بتاعت كل شكل، ونطلع الاكس بتاعت كل شكل، ونضربهم في بعض، وبعد كده ناخد لهم ايه؟ السميشن. وبعد كده نطلع الاريا بتاعت كل شكل وناخد لها السميشن. نعوض في القانون ده نطلع الاكس. نفس الكلام هنعمل هنا، هنطلع الاي بتاعت كل شكل والواي بتاعت كل شكل، وبعد كده نضربهم في بعض نطلع مين؟ ونجمع ونطلع الواي.
يبقى احنا محتاجين لكل شكل نطلع له الاريا والاكس بتاعته والواي بتاعته، بعد كده حاصل الضرب الاي في الاكس والاي في الواي، ونجمع ونعوض فين في القانون. عشان نسهل على نفسنا هنعمل الكلام ده في ايه، في تيبل، هنعمله في جدول، تمام. وكل كولم في الجدول ده بيمثل حاجه، مثلا الكولم الاولاني هو رقم الشكل، التاني هو الاريا بتاع الشكل، التالت هو الاكس بتاع الشكل، الرابع هو الواي بتاع الشكل، احداثيات كل شكل يعني السنتر بتاعها فين، وبعد كده نعمل حاصل الضرب ده وحاصل الضرب ده ونجمع ونعوض في القانون. هتلاقي الدنيا بقت سهله معاك، تمام كده. طيب تعالى الاول قبل ما نعمل ونخش على المسائل، تعالى نناقش. لو انا عندي سيمتري لاي شكل عندنا، وليكن مثلا مستطيل، ها المستطيل ده يا شباب، ها الخط ده بيقسمه نصين، يبقى الخط ده هسميه ايه؟ محور اكس. خلي بالك بقى، اي خط يعتبر محور تماثل للشكل يبقى المحور ده لازم يعدي على السنتر. طيب ما انا عندي كمان في محور تاني اقدر اقسم بيه الشكل نصين، اللي هو محور واي، يبقى اذا الواي ده، ها هو محور تماثل، يبقى اذا الواي ده كمان بيعدي على السنتر. اي محاور بتمر بالسنتر يبقى حضرتك لازم تديها انديكيشن السنتر، يبقى الاكس ده اسمه اكس سي والواي ده اسمه واي سي. اي محور بقى خارج السنتر يسمى اكس بس او واي بس. خلي بالك من الملحوظه دي، مهمه جدا، عشان هنستخدمها فين؟ في الجزء الثاني في الشابتر ده. طيب تعالى هنا، ها انا مدي لك ثلاث اشكال. الشكل الاولاني عباره عن تي سيكشن، اتنين مستطيل، واحد بالاخضر اهو والتاني بالاصفر. طيب لو انا عايز احط محاور تقسم الشكل نصين، هلاقي فيه مين؟ ها محور واي، يبقى اذا محور واي ده بنسميه اكس اوف سيمتري، تمام كده. طب هل ينفع احط هنا اكس يقسم الشكل نصين؟ لا، هتلاقي هنا الاكس ما ينفعش يبقى محور تماثل، يبقى هنحط الاكس تحت خالص والواي في النص. تعالى بقى، احنا اتفقنا مع بعض ان محور التماثل او الاكس اوف سيمتري بيمر بالسي جي، يبقى اذا السي جي قاعد على اللاين ده، قاعد على المحور ده، ها وليكن مثلا عند النقطه دي مثلا، يبقى اذا من الاوريجين هتمشي مسافة قد إيه عشان تروح للسي جي؟ هتمشي مسافة واي. طب الإكس بتاعتنا بكام للسي جي ده؟ الإكس بإيه؟ بزيرو، برافو عليك، تمام كده؟ يبقى إذا لو محور التماثل بتاعك هو واي، يبقى الإكس بتاع السنتر بزيرو، والواي حضرتك هتجيبها من قانون الواي ده، تمام كده؟ يبقى إحنا هنعمل تيبل للواي بس ونطلع منه مين؟ الواي. طيب تعالى نعكس كده، لو انا اديتك سي سيكشن مثلا بالمنظر ده، هتلاقي الاكس هنا هو اللي بقى ايه؟ الاكس هنا هو اللي بقى تماثل، اللي فوق زي اللي تحت، ده الاكس اوف سيمتري، لكن ما ينفعش احط واي هنا يقسم الشكل نصين، يبقى اذا الواي هنحطه على الشمال، تمام كده؟ ويبقى ده الاوريجين، الاوريجين بوينت. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان محور التماثل دايما السنتر موجود عليه، تمام كده؟ يبقى اذا السنتر في مكان ما على اللاين ده. هتلاقي هنا من الاوريجين للسنتر هتلاقي نفسك مشيت مسافه اكس، والواي هتبقى بكام؟ برافو عليك، بزيرو. ها يبقى اذا هنا التماثل اكس الواي بزيرو، التماثل واي الاكس بزيرو. طب والاحداث التاني هجيبه من القانون اللي موجود قدام حضرتك ده. طب تعالى هنا في الشكل ده، ها هنا هتلاقي الاكس تماثل والواي تماثل. مين يقدر يقول لي بقى السنتر فين؟ هتلاقي الاكس بيمر بالسنتر هسميه اكس سي، والواي كمان بيمر بالسنتر هسميه واي سي، يبقى اذا الاكس والواي بتوع الشكل ده هما الاوريجين بوينت، تمام كده؟ يبقى الاثنين بايه؟ الاثنين بصفار. يبقى دي شبه كيس مين؟ شبه الكيس بتاعت الريكتانجل، تمام كده؟ السنتر بتاع الريكتانجل هو مين؟ هي الاوريجين بوينت بتاع الايه؟ المحورين دول، تمام كده يا جماعه؟ تمام. يلا بقى نخش على المسائل. يبقى اذا حضرتك الاول او المساله لما تشوفها هتبص على السيمتري اللي فيها، لو فيها سيمتري يبقى تشوف مين فيهم بزيرو، هل السيمتري واي عشان يبقى الاكس بزيرو، ولا السيمتري اكس عشان يبقى الواي بزيرو، ولا السيمتري موجود في الاثنين. طبعا استحاله ادي لك مساله السيمتري في الاثنين، تمام كده. طيب الاول نتعرف على الاشكال اللي المساله بتاعتنا مش هتخرج براها. احنا عندنا خمس اشكال اساسيه، وحاول دايما في اي مساله تجيلك ما تخرجش بره الخمس اشكال دول، لو خرجت بره الخمس اشكال دول مش هتعرف تحل المساله،
تمام كده. ايه الاشكال دي؟ اول شكل عندنا اللي هو الريكتانجل او السكوير، الاتنين نفس الايه، نفس المعامله، الريكتانجل والسكوير زي بعض في التعامل، تمام كده. السنتر بتاعهم فين؟ محتاج حضرتك تحسب الاريا بتاعت الشكل ده وتعرف السنتر بتاعه، الاكس بتاعته بكام والواي بتاعته بكام. طب الريكتانجل السنتر بتاعه فين؟ هي تلاقي الدياجونالز مع بعض، تمام كده، النقطه اللي في النص او على محور التماثل الراسي والافقي، تمام كده. لسه قايلين الكلام ده من شويه. يبقى اذا الاريا بتاعته هي البي في الاتش، لو البيز بتاعته هي البي والهايت هو اتش، يبقى الاريا بي في اتش، تمام كده. طب والاكس؟ ها الاكس هي بي على 2 والواي هي بي واي اتش على 2. طيب نروح للايه، الرايت انجل تريانجل. خلي بالك المثلث ده لازم يبقى قائم الزاويه. طب لو المثلث اللي عندي في المساله مش قائم، يبقى حضرتك هتعدله لمثلث قائم الزاويه. يعني مثلا مثلث زي ده، يبقى حضرتك هنشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه. هتقوم ضايف له حته هنا كده بحيث يبقى مثلث كبير قائم، والحته اللي انت ضفتها دي هتلاقيها مثلث صغير قائم، ترجع تطرحها تاني، تمام. يبقى اي شكل عندنا لازم اوديه لمين؟ اوديه للشكل ده، تمام كده. طب تعال نطلع الاريا بتاعته. الاريا بتاعته هاف البيز في الهايت، يبقى اذا الاريا هي بي اتش اوفر 2. ها والاكس هي عباره عن ثلث القاعده والواي هي ثلث الارتفاع. بس الكلام ده منين؟ إيه؟ من عند الرايت انجل. خلي بالك عشان ممكن اضحك عليك واجيبه لك ايه، ها اجيبه لك الرايت انجل مقلوبه كده. يبقى حضرتك هتيجي من عند الرايت انجل وتتحرك، الاكس اللي هي الثلث والواي اللي هي الايه الثلث، هتلاقي مين؟ هتلاقي السنتر بتاع الايه المثلث قاعد في المكان ده، تمام كده. نروح للدايره. طبعا الدايره مش محتاج اقول لك السنتر بتاعها فين، تمام كده، المكان اللي بتحط فيه سن البرجل عشان ترسم الدايره دي، هو ده السي جي بتاعها. الاريا بتاعتها بيساوي 2 باي ار سكوير، سوري باي ار سكوير، تمام كده. والاكس والواي بتوعها معروفين للنقطه دي. طيب نروح للهاف سيركل بقى او السيمي سيركل، تمام كده. الاريا بتاعتها هاف الاريا بتاعت الدايره الكامله، تمام كده، يبقى باي ار سكوير اوفر 2. والاكس بتاعتها، ها تعال نشوف فين محاور التماثل. هنا في الدايره كانت محاور التماثل دي، كلام جميل. ها فين محاور التماثل هنا؟ هتلاقي النص دايره فيها محور تماثل واحد بس اللي هو ده، بيقسم النص دايره نصين، تمام كده. يبقى اذا السي جي قاعد على اللاين ده، تمام كده، احنا اتفقنا مع بعض. يبقى ده اسمه ايه؟ اللاين ده اسمه واي سي. ها السي جي وليكن هنا. طيب هاجي بقى من النقطه اللي تحت دي اللي هي الاوريجين بوينت، لو ده محور اكس، هطلع لفوق قد ايه؟ ها هطلع لفوق مسافه اسمها ها اي، حيث الاي دي ده الواي سي اللي انا بدور عليه للنص دايره. ها اتعمل انتجريشن للشكل ده، وطلع القانون اللي قدام حضرتك ده وتحفظه لي بقى زي اسمك. الواي سي هي الاي، الاي دي اختصار لكلمه اكسنتريستي اللي هي مسافه الزحزحه، تمام كده. اي بيساوي 4 ار اوفر 3 باي، تمام كده. احفظ لي القانون ده بقى زي اسمك، 4 ار على 3 باي، تمام كده، ده مهم جدا. طيب لو رحنا بقى النص دايره دي خدت نصها، يعني بقت ها كوارتر، تمام كده، السي جي هتلاقيه فين؟ الواي هنا ما بقاش تماثل والاكس ما بقاش تماثل، يبقى اذا السي جي عندنا هتلاقي. طب مين يقدر يقول لي يطلع لي محور تماثل هنا للنص دايره؟ ها فكر كده، ها محور التماثل اللي هيبقى عليه سي جي. ها اتفقنا مع بعض، لو في محور تماثل اكس اوف سيمتري السي جي هتلاقيه قاعد عليه، تمام كده. اه برافو عليك، برافو عليك. انا سامع واحد بيقول ان ممكن اشد خط كده، ها على زاويه كام؟ على زاويه 45 درجه، تمام كده، برافو عليك. ها الخط ده هو اكس اوف سيمتري، بس للاسف الخط ده لا هو اكس ولا هو واي، تمام كده. بس اقدر اقول ان السنتر موجود عليه. طب ده هيفيدني بايه؟ هيفيدني ان الاكس بتاعت السنتر هي نفسها الواي، يبقى اذا الاريا بتاعته باي ار سكوير اوفر 4، والاكس هي نفسها الواي، والاثنين هم مين؟ هم الايه اللي احنا قايلينها قبل كده. فهمناها يا جماعه؟ الجدول ده بقى تحفظه زي اسمك، تمام كده. طيب تعالى بقى بعد ما عرفنا الاشكال، جميع المسائل مش هتخرج بره الاشكال دي، هنتعلم مع بعض اهم حاجه في الجزء ده. هتلاقي المساله سهله جدا، هي حته تركه صغيره لو عديت منها خلاص الجزء ده خلص. ايه هي التركه دي؟ اللي هي ازاي تقسم الشكل بتاعك بحيث ما يخرجش بره الاشكال الخمسه دول.
ها، اوعى تضيف او تطلع شكل في المسألة مش موجود في الخمس اشكال دول. لو طلعت اي شكل خارج الخمس اشكال دول مش هتعرف تحل المسألة، هتحلها غلط. تعال نشوف كده مع بعض. اول شكل عندنا مسألة بسيطة اهي، نتعلم منها المبدأ. تمام كده، دي عبارة عن حرف ال، الابعاد بتاعتنا البيز 240 ملم والهايت 300 ملم والسكنس هنا اعتقد دي ايه 30 ولا 50، 30. تمام كده 30 ملم، والسكنس برضو هنا نفس الكلام. طيب الشكل ده عبارة عن ايه؟ يلا نحطه من الاشكال بتاعتنا اللي احنا خدناها من شوية. الشكل ده اقدر اقسمه الى مستطيل بالمنظر ده اللي تحت ده، اسميه رقم واحد السنتر بتاعه في نصه، ومستطيل رأسي اسميه رقم اتنين والسنتر بتاعه في نصه. طيب هل عندي محاور تماثل في الشكل ده؟ يعني ينفع احط الواي يقسم الشكل نصين او الاكس يقسم الشكل نصين؟ لا ما عنديش. يبقى انا هنا هدور على الاكس سي والواي سي للرسمه كلها على بعض. ما عنديش سيمتري هنا في المساله دي. طيب تمام، الاكس فين؟ تحت خالص، والواي على الشمال، بحيث يبقى المساله كلها فين؟ في الفيرست كواد، عشان يبقى الكوردينيس كلها بالايه؟ بالبوستيف. طيب هنقسم المساله بتاعتنا شكل رقم واحد شكل رقم اتنين. محتاج اعرف ايه بقى؟ من عند الاوريجين الشكل رقم واحد ده السي جي بتاعه الاكس بتاعته بكام والواي بكام، والشكل رقم اتنين الاكس بتاعته بكام من عند الاوريجين، من عند الاوريجين، بعيدها تاني، من عند الاوريجين. تمام كده، ان الاحداثيات كلها او الكوردينيتس متاخده منين؟ من عند الاوريجين بوينت، من عند نقطه الاصل. طيب هنقسم المساله بتاعتنا الى شكلين، والشكلين مجموعين على بعض. الشكل الاولاني مستطيل طوله 240 والسكنس بتاعه 30، السنتر في النص، من عند الاوريجين بوينت الاكس هتبقى بكام؟ نص ال 240 120، والواي نص ال 30. يبقى اذا الشكل الاولاني الاريا بتاعته 240 في 30، الاكس بتاعته 120 والواي 15. نروح للشكل رقم 2، ها الاريا بتاعته كام؟ ده 30، والارتفاع ده 300، دي هتشيل منها كام؟ هتشيل منها 30 يعني 270. يبقى اذا ده عباره عن 30 في 270، اضربهم في بعض هيطلع الناتج ده. تعال بقى الحته المهمه اللي جايه دي، ركز معايا في الحته دي عشان دي اهم حته في شغل السنترويد. هتمشي اكس من الاوريجن لغايه نص الشكل، وبعد كده تطلع الواي لغايه نص الايه؟ نص ارتفاع الشكل اللي قدامك ده. بكام بقى الاكس؟ الاكس هنا دي نص ال 30، بس خلي بالك انا عايز اخدها لغايه الاوريجن. يبقى هتجمع ال 240 زائد نص ال 30، يعني الاكس بتاعتنا بكام؟ سوري، هتمشي ال 240 كلها وبعد كده ترجع منها نص الايه؟ ال 30. او تمشي 210 وبعد كده تجمع عليها نص ال 30، هي هي. هتطلع الناتج بتاع الاكس بالرقم اللي قدامك ده 225. طب الواي؟ هتطلع 30 الاول وبعد كده تطلع نص ال 270. يبقى 270 على 2 زائد 30 هتطلع لك الرقم ده. هنعمل جدول نحط فيه رقم الشكل، عندي شكلين 1 2. تمام كده، الخانه الاخيره دي خانه السميشن. هنجمع بقى الكولمز اللي هتطلع دي. اول كولم عندنا بعد رقم الشكل، الكولم بتاع الاريا، هنحط الاريا بتاع الشكل الاول، الاريا بتاع الشكل الثاني، ونطلع السميشن بتاعه، نجمع دي على دي. بعد كده الاكس والواي بتاعت كل ايه؟ الاكس والواي بتاع الشكل الاولاني نحطهم بتاع الشكل الثاني، وبعد كده نزود هنا كولم لمين؟ حاصل ضرب الاي في الاكس، نضرب الرقم ده في الرقم ده ونحطهم هنا، وبعد كده الاي في الواي، نضرب الاي مره ثانيه في الواي ونحطها فين؟ ونحطها في العمود الاخير. نفس الكلام للايه؟ للشكل الثاني، وبعد كده نطلع مين؟ السميشن. دي الارقام بقى اللي تهمنا. السميشن ده محتاج كام سميشن؟ 3 الاريا وسيجما الاي في الاكس وسيجما الاي في الواي. هنروح نعوض في القانونين اللي احنا قلناهم قبل كده. هناخد الرقم الاولاني ده نقسمه على الرقم ده. تمام كده، يطلع مين؟ يطلع اول احداثي اللي هو الاكس، وبعد كده ناخد الرقم ده نقسمه برده على نفس الرقم الاولاني، نطلع مين؟ نطلع تاني احداثي اللي هو الواي. اتفهمت كده يا شباب؟ طيب ممكن احل المساله دي باسلوب تاني. فكر كده، نعمل تقسيم تاني غير اللي احنا عملناه ده. لو واحد بيفكر شويه كده يقول لي استنى كده، طب ما انا المساله دي ممكن اعمل ايه؟ ايوه سامعك سامعك باشمهندس. ده بيقول ايه بقى؟ ها بيقول
ان انا ممكن بدل ما اقسمها تو ريكتانجل من المنظر ده، ممكن اضيف الجزء اللي في الفراغ ده ها بالمنظر ده كده، احوله الى مستطيل كبير ها ناقص الجزء اللي انا ضفته. برافو عليك، ايوه كده، ايوه كده، تمام كده. يبقى اذا المستطيل الكبير هتبقى ابعاده كام بقى؟ البيز بتاعته اللي هي العرض كله 240. طب والهايت ها، والهايت بتاعه اللي هو الارتفاع كله اللي هو كام؟ 300. نروح بقى الجزء اللي احنا ضفناه، الجزء ده هيبقى كام؟ هيبقى ال 240 هتشيل منها 30، يعني 210. طب والهايت؟ ايوه فكر كده، ها الهايت بتاع الجزء اللي انا ضفته ده، الهواء ده، الفراغ ده، هيبقى كام؟ 300 تشيل منها 30، يعني 270. برافو عليك. طيب السنتر بتاع ده في النص، السنتر بتاع ده في النص، ما تنساش محور اكس ومحور واي كانوا موجودين هنا، فده بي على 2 اتش على 2، لكن هنا محور اكس محور واي كان موجود هنا مفيش مشكله، لكن محور اكس كان موجود تحت في 30 قبل الشكل، تخلي بالك منه، تمام كده. طب تعالى نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده اهو، عملتها لك هنا ايه طريقه تانيه لحل المساله. يبقى حضرتك المسائل مش لازم كلنا نحل بنفس الايه بنفس التقسيم، ها ممكن واحد يقسم بالاسلوب اللي فات، ممكن واحد يقسم بالاسلوب ده، الاثنين هيطلعوا نفس الايه ها نفس النواتج في الاخر. فهمناها يا جماعه؟ يبقى اللي فات كان اسلوب تقسيم الشكل ذات نفسه، هنا اسلوب الاضافه والحذف. يبقى احنا ضفنا عشان نظبط الشكل، وبعد كده اللي انا ضفته رحت حذفته. وما تنساش اي اضافه حضرتك هتعملها لازم تبقى من ضمن الخمس اشكال بتوع مين؟ بتوع الجدول. بكررها تاني، تمام كده. طيب نشوف مساله تانيه. الشكل اللي قدامي ده عباره عن ايه؟ لو جينا قسمناه يطلع لك مستطيل وجنبيه مثلث، تمام كده، ما فيهوش تماثل برضه، يبقى ده المستطيل وجنبيه مين؟ المثلث. خلي بالك دي مهمه جدا، الاوريجين وعلاقته بالشكل رقم 2 وبعلاقته بالشكل رقم، الشكل رقم 1 ما فيهاش مشكله، هو في الكورنر بتاعه من تحت، لكن الشكل رقم 2 حضرتك هتمشي مسافه الاول، وبعد كده ايه بعد كده التلت بتاع المثلث. طيب وفي الواي هتمشي مسافه الاول، وبعد كده التلت بتاع مين؟ بتاع ارتفاع المثلث، تمام كده. يبقى هنطلع الشكل رقم 2، واحد الاريا بتاعته الاكس والواي بتوعه اللي هم النص ونص، ها الشكل رقم 2 هنطلع الاريا بتاعته هاف البيز في الهايت، وبعد كده الاكس بتاعته المسافه اللي هتمشيها في الاول زائد تلت القاعده، وبعد كده المسافه اللي هتمشيها في الاول زائد تلت الارتفاع، تحطهم في الجدول وتعوض هتطلع مين. واضح ان الموضوع سهل صح كده؟ تمام. تعال نصعب، هتلاقي هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تلاقيها فيها تركه في الجزء ده هو ازاي تقسم الشكل صح. تعال ناخد اشكال ها مكلكعه شويه عن ايه؟ عن دي. ها يعني مثلا هنا ده عباره عن ايه؟ ده ابسط من اللي فات، مش مكلكعه ولا حاجه، حاجه سهله اهو. مين يديني هنا تقسيمين مختلفين للمساله دي؟ اول تقسيم عندنا المثلث هنجمعه على المستطيل، تمام كده؟ طيب واحد تاني يقول لي تقسيم تاني، ها؟ ايوه ها فكر كده، ايوه برافو عليك. هنقوم ضايفين الجزء اللي في الهواء ده كده، ها؟ اهو المثلث ده أصبح الشكل بتاعي عبارة عن مستطيل كبير، هطرح منه المثلث ده، المثلث المقلوب ده، تمام كده؟ هيطلع نفس الناتج، حاول تحلها كده بالأسلوب ده وحلها بالأسلوب ده وقارن الاتنين ببعض. طيب نروح للشكل ده، يلا ها بدأ الموضوع يزيد شوية أهو. طيب الشكل ده أسهل حل ليه الإضافة ثم الحذف، هضيف هنا المستطيل ده وهضيف هنا المثلث ده، تمام كده؟ أصبح الشكل بتاعي مستطيل كبير اللي هو رقم واحد، هطرح منه المستطيل رقم اتنين والمثلث رقم تلاتة. يبقى اذا الشكلين دول الاريا هنا بالبوستيف ده المستطيل الكبير، ها والاريا التانية بالنيجاتيف والاريا التالتة بالنيجاتيف، اوعى تنسى عشان لما تيجي تجمع. يبقى ده مين؟ دي الاريا التوتال النهائية خالص بتاعت الشكل اللي انا مديهولك في المسألة، تمام؟ يبقى لما تيجي تطرح لازم تحط الاريا بالنيجاتيف، خلي بالك من الحتة دي. هتحط الكوردينيتس، تمام كده، هنا مفيش تماثل، هتطلع الاكس والواي بتاعت كل شكل، وبعد كده تعمل الضرب تجمع، وبعد كده تعوض في القانون. طيب المسألة اللي بعديها مستطيل هتشيل منه دايرة، هنا بقى بدأت الايه الخطورة تبان بقى.
ها شكل التقسيم، مين يقدر يقول لي بقى، قول لي يا بطل كده ازاي نقسم المسألة دي؟ خلي بالك المسألة دي جت في امتحان قبل كده، من المسائل المشهورة بتاعت الامتحانات. طيب خدها كده قاعدة، أي شكل من الأشكال بتاعة الجدول لو تقدر تضيفه عشان تظبط المسألة وترجع تطرحه تاني يبقى أفضل، زي مين كده؟ وخصوصا الأشكال إيه؟ اللي هي الربع دايرة والنص دايرة، المستطيل والمثلث، تمام كده؟ هنا أقدر أضيف، خلي بالك أي شكل هتضيفه لازم يكون من الأشكال الخمسة، أضيف الربع دايرة دي، ده مش بس كده، وأضيف المثلث ده كمان، كده قفلت على الشكل كله. يبقى انا عندي مستطيل كبير اللي هو رقم واحد ده، هطرح منه بقى اللي انا ضفتهم، المثلث المقلوب ده والربع دايره، تمام كده؟ يبقى الاشكال عندي ثلاث اشكال، شكل رئيسي رقم واحد، تمام كده؟ هطرح منه الشكلين اللي انا ضفتهم اللي هم رقم اتنين ورقم تلاته. ما تنساش اي شكل هتطرحه لازم تحط الايه؟ الاشاره بتاعته بالنيجاتيف في الاريا، ولما تيجي تضرب طبعا الاشاره النيجاتيف هتبان في الضرب هنا. ها هتعمل الجدول وبعد كده تعوض في القانونين، هتطلع الاكس والواي بتوع مين؟ بتوع الشكل. لاحظ الاتي، مش لازم الكوردينيت دي لما تيجي تحققها هنا تمشي الاكس وتطلع الواي تيجي لك جوه الايه؟ جوه الشكل، ممكن تيجي لك في الهوا كده عادي خالص، مفيش اي مشكله، تمام كده؟ يلا ها اللي بعديها. ها هنا اسهل حاجه ان انا اضيف، اي شكل مقطوع هنضيفه. بكرر تاني، اي شكل مقطوع من الشكل هضيفه وارجع اطرحه. هنا هيبقى نص دايره، هشيل منها مين؟ هشيل منها المستطيل ده، يبقى شكلين هنا. ها ايوه انا سامع واحد بيقول اهو، برافو عليك. ها هضيف النص دايره دي، يبقى ده مستطيل كبير، وبعد كده ارجع اطرح النص دايره اللي انا ضفتها دي. ما تنساش الاوريجين فين وعلاقته بالشكل، يبقى انت عباره عن مستطيل بالمنظر ده، الاكس والواي موجودين في الكورنر بتاعه، هتطرح نص دايره بالمنظر ده، ها الاكس والواي بعاد عنها، تمام كده؟ حد فاكر المسافه دي اللي هي مين؟ ها ايوه برافو عليك، دي اللي هي الاي. بتقول كام بقى الاي دي؟ قيمتها كام؟ 4 ار على 3 باي، تمام كده، برافو عليك، تمام كده يا جماعه. ايوه يلا ها شكل اهو، الشكل ده جه في امتحان قبل كده، عايزين نقسم الشكل ده. ها احنا عندنا قاعدة بتقول أي شكل مقطوع بنضيفه عشان نظبط الرسمة وبعد كده نرجع نطرحه تاني، بشرط إن الشكل اللي هضيفه ده ما يخرجش بره الخمس أشكال بتوع الجدول. يلا معايا كده. ها يبقى عندنا هنا ربع دايرة فاضي لوحده أهو، تمام سالك أهو، وبعد كده الربع دايرة اللي تحت ده هقوم ضايفه وارجع اطرحه. يبقى انا عندي كام شكل رئيسي؟ ثلاث اشكال، تمام كده؟ المستطيل الكبير ده بعد ما ضفت عليه ربع دايره، ها هزود عليه الربع دايره اللي في الجنب، وبعد كده ارجع اطرح الربع دايره اللي انا ضفتها تحت. يبقى انا عندي ثلاث اشكال اساسيه، تمام كده؟ ما تنساش الاشاره تحطها جوه الجدول مع الاريا، تمام كده؟ هتجيب الكوردينيتس طبعا كل شكل من دول، شوف الاوريجين بقى وعلاقته. خلي بالك بقى هنا في شكل على شمال، على شمال الاوريجين، يبقى ده الاكس بتاعته بالنيجاتيف والواي بتاعته بالبوزيتيف. خلي بالك من احداثيات كمان بقى فيها ايه؟ بقى فيها نيجاتيف، على حسب ما ادي لك المحاور فين في المساله، تمام كده؟ والربع دايره ها الاكس بتاعته بالنيجاتيف اللي هي اي، والواي بتاعته بالبوزيتيف اللي هي نفس الاي. الربع دايره الثاني الاكس بتاعته بالبوزيتيف والواي بتاعته بالايه؟ بالبوزيتيف. خلي بالك منين؟ من الاشارات بتاعت مين؟ بتاعت الشكل انت بتضيف ولا بتطرح، وبتاعت الايه؟ وبتاعت السنتر بتاع الشكل. ها هسيب لحضرتك بقى دي جت في امتحان فاينل 2021، هسيب لحضرتك بقى ها تتدرب عليها ازاي تقسم الرسمه دي، تمام كده؟ كم شكل هيطلع لك هنا؟ ها حاول تفكر فيها كده، تمام كده؟ ودي فاينل 2021 22 برضو نفس الكلام. ها زي ما اتفقنا المبدأ بتاعنا بيقول ايه؟ اي شكل مقطوع ها اضيفه وارجع اطرحه، بشرط واكد تاني، بشرط
ان الشكل ده يبقى من الخمس اشكال بتوع ايه؟ بتوع الجدول. يبقى هضيف الربع دايرة دي وارجع اطرحها تاني، بس شوف بقى هتقسم الشكل ده ازاي. ها، ويطلع لك عدد كام من الاشكال وتحل المسألة زي ما ايه شرحنا. متشكرين يا شباب، توفيق ان شاء الله. شكرا.